اليوم من الأيام الكئيبة في حياتي هو ذاك النهار اللي مشى هذاك المجرم الموصوف ديال نتنياهو للولايات المتحدة واستقبل في الكونغرس بتلك الطريقة. غنقول لكم صراحة ما قدرتش الطريقة باش دخل كيفاش تيسلموا عليه. قطعت التلفزيون ما كنتش شفت ولا سمعت داك الشيء. إلا أنا بغيت نقول بالغرسالة للممثلين ديال الشعب الأمريكي اللي حضروا حيت 91 كيظهر ما حضروش وهنيئا لهم. هاد الناس هادو بغيت نقول لهم أنتم بهذه الطريقة أثبتتم أنكم شركاء في جريمة لم نعد نجد الكلمات لوصفها متعلقة بالاعتداء على مواطنين أبرياء ليسوا على معركة معكم. دابا الأرقام الرسمية تتكلم على حوالي 39 ألف قتيل. أنا عندي قناعة أن العدد ديال القتلى على الأقل ضعف ديال هذا الشيء. وفي هذه 39 ألف قتيل 15 ألف طفل وعشرة ديال الأطفال كل نهار كتبتر منهم يعني رجل أو يد أو عضو من الأعضاء. ولكن جاتني واحد الرسالة كتبتها واحد السيدة من تمايا ما كتكلم لا على القتل ولا على البطر. كتكلم على أشياء لا تتخيل. كتكلم على دبابات كتدوز على الخيام بمن فيها. كتكلم على أشياء لا تخطر على بال. فكيف يعقل أن كعبة الديمقراطية في العالم اللي هي الولايات المتحدة ممثلوها يعني على الأقل حتى بغينا نتفهموا العلاقات اللي بينكم وبين هذه الدولة ديال إسرائيل وبينكم وبين هذا الرئيس يعني تستقبلوه في الإطار ديال لادينيتين وديال الاحترام يعني ديال هاد الناس اللي ماتوا على الأقل. وإلا أنتم بقيتوا كتصفقوا عليه حتى قالكم ما تبقوش تصفقوا. تقولوا باللي التصفيقات كانت أكثر من الكلمات ديال ما تبقوش تصفقوا. اسمعوا لي don't applaud. فقولوا لنا يا معشر الأمريكيين أنتم إذا كنتم تقبلون إذا تفعلون هذه الأشياء هل هذا إعلان للحقد على أمة العرب وأمة الإسلام؟ شنو درنا لكم إحنا؟ ما عمر العرب والمسلمين ما داروا الولايات المتحدة شي حاجة. هي اللي دارت لنا، هي اللي مشات للعراق، وهي اللي مشات لأفغانستان، وهي اللي دارت الغرائب كلهم. وإحنا يا أم برانسيب في العموم تنتحالفوا معها ونتعاونوا معها وإلى آخره بلا ما نهضروا في التفاصيل. فشنو وقع؟ هل لا تزالون بشرا يا معشر يعني رجال ونساء الكونغرس؟ هل لا تزالون بشرا أم أنكم أصبحتم وحوشا دمويين مثل الوحش الدموي نتنياهو الذي جاء عندكم والذي يعني في حقه يهيأ قرار للمحكمة الدولية لاعتقاله حيثما حل وارتحل؟ وعوضا على الأقل أن تقاطعه، إن لم تقاطعه على الأقل أن تستقبلوه بهدوء. فمتين الله كما يستقبل رؤساء الدول والحكومات تستقبلونه بهذا الحماس البالغ. أنا كان وجه كلامي للشعب الأمريكي اللي على كل حال لابد أن أعترفوا باللي عندهم واحد العدد ديال الخصال عامة يعني جيدة جدا. ولكن هذا الشيء اللي شفنا فهمنا أن هاد الناس هادو كيحقدوا علينا كاملين وما والله سبحانه وتعالى وحده يعلم شنو تيوجدوا لنا. وتنقول هذا الكلام باش نكرر الفكرة ديالي اللي قلتها مرارا وتكرارا. إيران اللي ما يمكنناش نمروا بلا ما ننوه بالمساندة ديالها للمقاومة. هذا ما يمكنناش وخا حنا ماشي شيعة وما تيعجبوناش الشيعة وما متفقينش معاهم فهمتيني ولا لا. وهذيك الدولة قومية ما هي ما مبنية لا على الشيعة ولا على السنة وتريد الهيمنة. هذا الشيء راه واضح وخذات دابا تتهيمن في العراق وتتهيمن في سوريا وتتهيمن في لبنان وتتهيمن في اليمن والبقية تأتي لا قدر الله. وحنا يا أهل السنة والجماعة ما يعني أكثر من 90% من المسلمين
متشتتين وكننتظروا يعني التوجيهات او 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 لست ادري ماذا من الولايات المتحده. انظروا الى الرسائل، هذه الرسائل تبين الناس ديال حماس ما عملوا والو. واحد المراه يهوديه فرنسيه في الاول ديال بعد 7 اكتوبر قالت لهم يا ودي، قالوا لها هذا الشيء اللي دارت حماس 7 اكتوبر انت ولا، قالت لهم ماشي واحد المراه تغتصب ولا ضربت برجليها هذاك اللي كيغتصبها، نقول لها انت يا ارهابيه. فلسطين الاخوان تغتصب من 1948، تغتصب يقتل رجالها ونساؤها ويطردون من بيوتهم ويعتدى عليهم، ولاو عايشين في المخيمات في سوريا وفي لبنان وفي الاردن وفي كل ارض الله سبحانه وتعالى، ومش مشتتين وعايشين في محنه دائمه. وديك الساعات الاستفزاز ديال هذه الحكومه المجنونه التي راسها هذا المجرم الدموي والذي وراءه مجرمون دمويون ومجانين، لا ذاك بنو غفير ولا ذاك بنو ذاك شتريت ولا سميتو سموتريش ولا ما نعرف شنو، هذوك الناس مجانين وبلداء وتيمشيو للحرم المقدسي فهمتيني ولا لا، وكيستفزوا المسلمين وتيقتلوا الناس يعني في الشارع وتيهنيوا الناس اللي قتلوا المواطنين الابرياء الى اخره. حماس ردات شويه، والجميع الان المحللين المنصفين تيقولوا لولا 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 ما فعلته حماس القضيه الفلسطينيه كانت انتهت. منهم الامير بن هشام، فملي تشوف الامور في هذا المستوى هذا. ولكن حتى اذا افترضنا هاد الناس بغاو ينتقموا، دابا العدد ديال الناس رسميا اللي تقتلوا من قبل الاسرائيليين في هذا من قبل الاسرائيليين من بعد 7 اكثر 40 مره من الذين قتلوا هناك. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.